الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أعلن البنك الدولي أن التضخم السنوي للغذاء في العراق بلغ 6.5% خلال العام الماضي 2022، فيما اعتبر خبراء اقتصاديون أن هذه النسبة خطيرة لرأيية الاقتصاد العراقي. وقال البنك إنه ما يزال تضخم أسعار الغذاء المحلية مرتفعا في مختلف أنحاء العالم مسجلا 5%، مبينا أنه من المتوقع أن يصل عدد من يعانون من أزمة غذائية إلى 205 ملايين شخص في 45 بلدا حول العالم. وأضاف أن التضخم السنوي للغذاء في العراق للعام 2022 بلغ 6.5، مشيرا إلى أن هذا التضخم يعتبر عاليا نسبيا بالنسبة لمؤشرات التضخم العالمية. وقع العراق عقودا مع شركة نفط الهلال الإماراتية وشركتين صينيتين لتطوير 6 حقول للنفط والغاز في إطار مساعيه لإنتاج الغاز الطبيعي الذي تشتد الحاجة إليه من أجل محطات توليد الكهرباء. ووقعت شركة نفط الهلال التي تتخذ من الإمارات مقرا لها 3 عقود لمدة 20 عاما لتطوير حقول النفط والغاز الطبيعي في محافظتي البصرة وديالى. كما وقعت شركة جيوجيت الصينية عقدين لحقوق التنقيب والتطوير في حقل الحويزة النفطي جنوب العراق ونفط خانة شمال شرق بغداد، وكلاهما بالقرب من الحدود مع إيران. فيما وقعت شركة النفط والغاز الصينية يونايتد إنرجي عقداً لتطوير حقل السندباد النفطي بالقرب من البصرة. كشف مصدر حكومي سعودي لوكالة رويترز عن نية ملكية لإيداع مليار دولار في البنك المركزي اليمني. وقال المصدر إنه وبتوجيهات ملكية من المتوقع صدور إعلان رسمي عن إيداع مليار دولار في البنك المركزي اليمني في ختام مؤتمر إنساني يستضيفه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مدينة الرياض. وكانت الحكومة قد لجأت إلى طباعة النقود لتوفير تمويل من أجل تغطية العجز، ولكن في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي، حيث يحظر تداول النقود المطبوعة حديثا، ووصل سعر صرف الدولار إلى 600 ريال يمني. قالت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تركيا لويزا فينتون إنه سيتعين إزالة ما يصل إلى 210 ملايين طن من أنقاض العديد من المباني المنهارة جراء الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا. وأضافت أنه سيستلزم التخلص من هذا الركام توفير مساحة تبلغ 7 ملايين متر مربع، فيما قطع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعدا على نفسه بتسريع وتيرة جهود إعادة الإعمار، لكن خبراء حذروا من وقوع كارثة أخرى إذا لم توضع عوامل السلامة في الاعتبار من أجل إنهاء المباني بشكل سريع. خفضت أسعار النفط مع انتظار المستثمرين لتصريحات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بعد أن أشارت بيانات حديثة إلى احتمال زيادة أسعار الفائدة، ما قد يخفض النمو الاقتصادي ويحد من الطلب العالمي على الوقود. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر نيسان 12 سنتا لتصل إلى 82.93 دولارا للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر نيسان أيضا 18 سنتا لتصل إلى 76.16 دولارا للبرميل. هذا وسيصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي محضر اجتماعه الأخير يوم الأربعاء، والذي سيمنح التجار لمحة عن كيفية توقع كبار المسؤولين لأسعار الفائدة بعد أن نظرت البيانات الأخيرة أسعارا أقوى من المتوقع للعمالة والمستهلكين في أمريكا. والآن إلى صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن.
تام الموجز بأمان الله.